ازاي الاهل يتعاملوا في موضوع شائك زي ده؟ يعني دايما لما بيبقى اتنين حتى من هم صغيرين اطفال بيلعبوا مع بعض، واحد اللي بيشتكي دايما هو ده اللي بيبقى ايه غلبان وطيب وهو على حق فعلا، التاني بياخد حقه. لا مش شرط، ممكن التاني يبقى هو يعني اللي اشتكى ده هو اللي بدأ، فالتاني رد عليه فرد الاولاني على التاني ما عجبوش فراح يشتكي لماما، فهو الصغير فماما ايه راح الضربه الكبير. اوكي ازاي مسلسل يعني مسار اجباري بيحكي عن القصه دي موجوده في كل بيت، ازاي الاهل يتعاملوا مع الموضوع ده عشان ما يفرقوش ما بين الاخوات؟ هو احنا عايزين نشاور الاول على ان التفرقه بين الولاد دي تقريبا موجوده في كل بيت باختلاف الشكل. يعني التفرقه بين ولد وبنت، التفرقه بين الولد او البنت الهادي الطيب اللي بيقول حاضر طول الوقت واللي بيجادل وبيسال وعايز يعرف ليه ومتعاقب ليه وايه المشكله. اغلب المشاكل السلوكيه اللي بتظهر في وقت المراهقه بيبقى في جزء منها بسبب معامله الاهالي اللي هم مش بيكونوا واخدين بالهم منها، التنشئه الوالديه اللي هم مرسوها مع ولادهم. واحيانا بتظهر في جلسات واحنا بقى 40 و50 سنه وبنشتغل على مشاكل خاصه بينا ونرجع ده للطفوله. اللي بيحصل الاهالي بياخدوا كذا اتجاه، منهم انه الولد اللي بيقول حاضر هو ده الحلو الكويس طول الوقت، طيب بنت او ولد وفي الغالب الولد هو المميز، ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي فيه مشاعر طول الوقت فيها غصب عن الولاد والبنات، انا ليه مش مميز؟ ثقته في نفسه بتضعف جدا، احيانا بيروح في اتجاه انه عايز يعمل مشاكل سلوكيه كتيره قوي عشان يتشاف، فهي دي الطريقه اللي هو بيتشاف بيها. سمعنا منهم كتير انا نفسي في عيله تانيه، انا نفسي في بيت تاني، انا مش عارف انا ليه في الوضع ده، هو مين الاحسن؟ ممكن يبقى الاشطر في المدرسه هو اللي احنا بنسقف له طول الوقت، اللي بياخد بطولات هو اللي بنسقف له طول الوقت. طب هنا بنقول للاهالي احنا عرفنا خلاص ان احنا سبب مشاكل اهو، ارجوكم الاخوات متساويين في كل حاجه باختلاف قدراتهم وكفاءتهم، ولد او بنت، ومين اللي انا حاسس انه اقرب لقلبي اعمل ايه؟ بساوي في كل حاجه. طب في ولد شاطر ولد مش شاطر، بجمع الولاد وبحكي انه في فروق فرديه بينا، والفروق الفرديه دي بتخليهم متساويين في كل حاجه بالنسبه لي انا كماما، هم بيتميزوا في ورقه الامتحان لكن عندي في البيت هم متساويين في كل حاجه. لازم يبقى في ادوار فيها الولد او البنت بيساعدوا بعض في مسؤوليات تجاههم، في عيد ميلاد، في اختك انت اكبر منها فهتساعدها في حاجه في المذاكره، التفاصيل دي طول الوقت انا بشجع وبنمي ان هم ايه ادوارهم مع بعض.